طيب اول خاصيه هنتكلم عليها تبقى البرفورمانس. ماشي، البرفورمانس عندي هيتقسم ثلاث حاجات. اول حاجه النتورك برفورمانس، تمام. هو اصلا يعني ايه برفورمانس؟ طبعا معروف ان البرفورمانس هو اداء السيستم بشكل عام، هو اداء اللي هو سريع قد ايه يعني. ماشي، هل هو سريع، هل هو بطيء، هل في مثلا بيبقى في بطء في التواصل ما بين الكومبوننتس، الكلام ده هو كله هنعرفه دلوقتي. ثلاث انواع. اول نوع اللي هو النتورك برفورمانس، تقدر تعرفه ازاي او بيتحسب ازاي؟ اللي هو عن طريق ثروبوت. طبعا احنا عارفين كلنا ثروبوت. ثروبوت اللي هو المعدل اللي الانفورميشن بتتنقل من مكان للتاني، معدل او سرعه النقل الانفورميشن من مكان للتاني. طبعا السرعه الفعليه مش الباندويتس. ماشي، اما الباندويتس بقى اعلى ثروبوت ممكن، اعلى ثروبوت ممكن، اللي هو ده اللي غالبا او الاستحاله اصلا يحصل بسبب اسباب كتيره، زي ما اتفقنا، زي ما خدنا في النتوركس مثلا، بسبب ان في اجهزه كتير او الوصله ضعيفه او الكلام من ده. يبقى احنا بنحسبها عن طريق الايه؟ عن طريق حاجتين، او بنقدر نحسبها عن طريق الثروبوت اللي هو سرعه النقل الانفورميشن من مكان للتاني او من كومبوننت للتاني. وبيحصل البطء هنا ازاي؟ او اللي هو بيتقسم لحاجتين، اللي هو السيت اب اوفر هيد، اللي هو على ما اصلا تبدا الكوميونيكيشن، على مثلا كومبوننت يكلم التاني، فعلى ما اول كومبوننت يقول له لو سمحت انا عايز اتكلم معاك، والتاني يوافق على اللي هو يتكلم معاه، وهكذا. ده اسمه ايه؟ السيت اب اوفر هيد. البير انتر اكشن اوفر هيد، اللي هو كل بقى تواصل مع الكومبوننت، مع الكومبوننت التاني، كل تواصل معاه ده بقى اسمه ايه؟ بير انتر اكشن اوفر هيد، مع كل طلب ليه يعني. ماشي، طيب اللي بقى اتفقنا، اللي عرفنا الفرق ما بين الروبوت والايه والباندويت. وطبعا الاركتكتشر ستايل بتاثر جدا على النتورك بيرفورمانس. ازاي؟ اللي انت اختيارك للستايل، لو قلت لي مثلا انا هختار كلاينت سيرفر، او انا هختار لاير، او انا هختار مش عارف ايه، كل ستايل هياثر على النتورك بيرفورمانس. لاحظ هنا معايا حاجه جدا، يعني لاحظ حاجه معايا مهمه جدا جدا جدا. شابتر 3 كل اللي هيبقى فيه، شابتر 3 ولا 4 عشان بس ما اقولش معلومه غلط يعني. شابتر 3. شابتر 3 هنتكلم بقى على الاركتكتشر ستايلز بالتفصيل، وهنقول كل ستايل الخواص بتاعته ايه. يعني هل هو مثلا بيديني بيرفورمانس عالي، هل بيديني يوزابيلتي عاليه، وهكذا. هنبدا نشوف كل ستايل هيبقى له خواص معينه ومحتاجين اللي احنا نعرفه. ماشي، فهو هنا بيقول لك بشكل سريع يعني هو الاركتكتشر ستايل بتاثر ازاي على النتورك بيرفورمانس. فقال لك طبعا بيتاثر عن طريق الانتر اكشنز، يعني الانتر اكشن ما بين الداتا اليمنتس، وحاجه اسمها الجرانيولاريتي. جرانيولاريتي لو حد فاكر اللي احنا كنا خدناها في اول محاضره، اللي انا كنت قلت الايه، اللي هو حجم المكونات الكومبوننت اللي عندي. تمام، لما كان مثلا الحجم كبير، فكان عندي ثلاث مكونات بس، بدل ما يكون عندي مثلا سته. لما يكون سته يبقى بيبقى في تأخير زيادة شوية. ليه؟ عشان واحد بيكلم التاني، التاني بيكلم التالت، التالت وهكذا لغاية ستة. تمام، فده بيأخر أكتر الإيه؟ الـ network performance، يعني بيقلله أكتر. طيب اللي بدأ كان network performance، الـ user preferred performance. الـ user preferred من اسمها احنا بنتكلم هنا على الإيه؟ أو من جانب الإيه؟ من جانب اليوزر. يعني من جانب اليوزر وهو دلوقتي قاعد على الابلكيشن أو بيستخدم السيستم بتاعك، السرعه بقى، سرعه الاداء بالنسبه له عامله ازاي. انا ماليش دعوه الكومبوننت بتتكلم مع بعض ازاي، الكلام ده كان في النتورك بيرفورمانس. لا، انا دلوقتي بحسب، عايز احسب الاداء او الامباكت اللي اليوزر بيشوفه قدام عينيه. تمام، اللي بيتعامل معاه بشكل فعلي. ماشي، طيب قال لك اللي احنا هنحسبها عن طريق حاجتين، الليتنسي والكومبليتن تايم. يبقى تاني الليتنسي والكومبليتن تايم دي تبع الايه؟ اليوزر بريفيرد بيرفورمانس. اما النتورك بيرفورمانس كان حاجتين، اللي هما ثروبوت والباندويتس. دول الطريقتين بقيس بيهم النتورك بيرفورمانس، طريقتين بقيس بيهم اليوزر بريفيرد بيرفورمانس، الليتنسي والكومبليشن ايه تايم. يعني ايه ليتنسي؟ يعني الوقت اللي انا او اليوزر هيستنى فيه اول ريسبونس. يعني مثلا انت دلوقتي فتحت جوجل، كتبت مثلا ايه جيت هاب دوت كوم. تمام، الوقت لغايه لما هو فتح لي جيت هاب دوت اسمه ايه؟ اسمه الليتنسي. تمام، الكومبليشن بقى علشان اخلص الاكشن تماما، يعني على ما مثلا الصفحه دي كلها تعمل لها ريلود، يبقى ده اسمه كومبليشن تايم، اللي هو على ما الريكوست بتاعك يخلص. تمام، يبقى عرفنا ايه الفرق. يبقى الليتنسي اول استجابه. ماشي، اول استجابه اللي هو حالا. الكومبليشن تايم اللي هو لغايه لما كل الاكتيفيتيز ايه بقت واضحه وكده. ماشي، طيب اتمنى الموضوع يكون بقى ايه بقى واضح يعني. طيب طبعا برضو على حسب الاركتكتشر الليتنسي ده هو هتبقى احسن او هتبقى اسوأ، وهكذا زي ما احنا نعرف في شابتر 3. ماشي، اللي بدا كان يوزر بريفيرد. عايزين بقى نتكلم دلوقتي على النتورك افشنسي.
network efficiency ال interesting observation about network based ال obtained by using the network. يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحالة الأفضل، الحالة الأفضل أو أفضل performance أنت هتلاقيه في النتورك لما أنت ما تكونش أصلا تستخدم النتورك، صح؟ يعني أنت أصلا ما استخدمتهاش، وبالتالي مش هيبقى فيه أصلا لود على النتورك، صح؟ يبقى الحالة المثالية اللي هي أفضل حالة ممكن تبقى موجودة في الأركتكتشر اللي ما استخدمش نتورك خالص. بس طبعا طبعا يعني ده مش بيحصل، احنا بنتكلم أصلا على نتورك بيزد أركتكتشر، يبقى أكيد هيبقى فيه إيه؟ أكيد هيبقى فيه تأثير كل أركتكتشر على اللي هو حجم أو مدى استعماله للنتورك قد ايه، ماشي؟ يعني ده الموست افيشنت اركتكتشر ستايل نتورك بيزد، اللي هي اللي بتقلل استخدام النتورك على قد ما تقدر، اللي هي عشان توصل للحاله المثاليه اللي هي، او طبعا استحاله توصل للحاله المثاليه، يعني بقول عشان تقرب من الحاله المثاليه اللي هي تقلل استخدامها تماما للايه، للنتورك، تمام؟ يبقى كل ما قللت استخدامك للنتورك كل ما الافيشنسي بتاعت النتورك هت ايه، هتعلى، تمام؟ ودي طريقه برضو بحسب بيها الايه. هو الكلام ده كله كان تبع ايه؟ كان تبع البرفورمانس. البرفورمانس بتقسم ثلاث حاجات: نتورك برفورمانس اللي اتكلمنا عليه اللي احنا بنحسبها عن طريق الباندويتس والاسمها ايه؟ والثروبوت. اليوزر بريفيرد برفورمانس اتفقنا ان احنا بنحسبها عن طريق الليتنسي والكومبليشن. ثالث حاجه اللي احنا بنشوفها اللي هو النتورك افشنسي، اللي هو نقلل تعاملاتنا عن طريق النتورك على قد ما نقدر، ماشي؟ ودي طبعا هتشرح بالتفصيل في المحاضرات الجايه، اللي هو تاثير كل ستايل على النتورك عامل ازاي، ماشي؟ طيب يعني الكلام ده هو هيتشرح في المحاضرات الجايه. طيب ده كان اول حاجه اللي هو البرفورمانس. ثاني حاجه السكالابيلتي. السكالابيلتي يعني ايه؟ لو انا دلوقتي عايز اعرف هل هل انا اقدر مثلا الاركتكتشر دي، هل هي تقدر مثلا، انا دلوقتي عندي خمسه كومبوننت موجوده في السيستم دي او موجوده في الاركتكتشر دي، هل انا لو زودت كمان خمسه الاداء مش هيبقى اسوأ، او هل هقدر اصلا ان انا ازود كمان خمسة او كمان 10 او كمان 20؟ هل في قابليه ان انا اتوسع في استخدامي للكومبوننت، تمام؟ يبقى ده اسمها ايه؟ سكالابيلتي، تمام؟ جايه من سكيل اللي هو المقياس، بتزود الايه، السكيل بتاعك. طيب ازاي الاركتكتشر ستايل بتاثر على الكلام ده؟ هوت قال لك ان السكالابيلتي ممكن تبقى افضل كل ما انت قدرت تعمل ايه، تقلل الكومبوننتس على قد ما تقدر، تبسطها على قد ما تقدر، توزع السيرفيسز ديت على كل الكومبوننت على قد ما تقدر، ماشي؟ طيب وبرده بتاثر بيها لو السكالابيلتي also impacted by the frequency of interactions، اللي هو مجموعه الانتراكشنز ما بين الكومبوننت، ماشي؟ وهل ان مثلا the load on a component is distributed، هل مثلا لما انا اجي بكلم كومبوننت معين هل بيبقى عليه ضغط كبير قوي ولا لا عادي موزع بشكل كويس، كل الانتراكشنز موزعه على كل الكومبوننت، ولا انا بركز على كومبوننت واحد؟ الحاجات دي بتفرق، ماشي؟ الحاجات دي بتفرق لما انا احب ان انا اعمل ايه، سكيل، اكبر شويه او اكتر عدد الايه، الكومبوننتس اللي عندي، بحيث ان الاركتكتشر تقدر تخدم اكتر من ايه، من كومبوننت. ما تجيش مثلا انا عندي خمسه دلوقتي كومبوننت، لو انا جيت مثلا ضفت كمان سته الاقي الاركتكتشر خلاص، لا كده ده الدنيا وقفت خالص، ما قدرتش تستحمل، يبقى كده هي سكيلابيلتي، عندها سكيلابيلتي ولا لا؟ طبعا ما عندهاش. لو انا ضفت كمان سته مثلا ولقيت ان هي الله ده عادي، ان الدنيا لسه ماشيه كويس، انتراكشنز ما بين الكومبوننتس لسه زي الفل، مفيش اي مشكله، يبقى تمام كده فعلا عندها سكيلابيلتي، قدرت ان هي تستحمل عدد كومبوننتس كبير، ماشي؟ عدد او قدرت ان هي تستحمل ان انا اكتر الايه، انتراكشنز بتاعت الكومبوننت. طيب يبقى ده الايه، السكيلابيلتي. طيب تالت حاجه السمبلسيتي، ببساطه معناها طبعا واضح ان هي تبقى سيمبل، بسيطه، ما يكونش فيه تعقيد قوي، تكون مفهوم. الكلام ده هو يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعمل سيستم، ام جالي مثلا اركيتكت، تمام، سوفت وير اركيتكت، جالي عمل لي اركيتكتشر معقد جدا محدش يفهمه غيره، طب انا كده استفدت ايه؟ طب انت كده بعدت تماما عن السمبلسيتي، بعدت تماما اللي انت تبسط لي الاركيتكتشر دهيت، ماشي؟ وطبعا برضو الاركيتكتشر ستايل بتاثر عليه جدا، اختيارك للستايل بتاع الاركيتكتشر هياثر على السمبلسيتي زي ما احنا هنشوف برضو في الشابتر الجاي. طيب وقال لك اللي انت مثلا في شويه برنسبلز انت ممكن تعملها دي بتاثر على السمبلسيتي، يعني انت مثلا لو عملت حاجه اسمها سيبريشن اوف كونسيرنز زي مثلا اللي موجوده في الكلاينت سيرفر، ده هيخلي الحاجه سيمبل اكتر، ماشي؟ هيخليها ليس كومبلكس. لو مثلا عملت البرنسبل اوف جنراليتي، يعني اللي هو
تعميم للإيليمنتس ده برضه هيحسن الإمبليسيتي، قصدي سوري السمبليسيتي. يعني قال لك حاجتين، معنى الكلام ده إيه؟ قال لك إن في حاجتين أنت لو عملتهم، في مبدأين أنت لو عملتهم هتخلي الحاجة سيمبل جدا، هتكون في خاصية السمبليسيتي. لو الاركتكتشر ستايل كان فيها حاجه اسمها سيبريشن اوف كونسيرنز، يعني انت بتفصل شغلانه كل حاجه عن التانية، بتفصل شغلانه الكلاينت تماما عن شغلانه السيرفر، كل واحد بيكون عارف اللي يخصه، تمام، سيبريشن اوف كونسيرنز، يبقى ده انت كده هتحسن السمبلسيتي اللي هو بساطه الاركتكتشر. لو انت عملت جنراليتي اللي هو التعميم على كل حاجه مثلا معينه بتمشي على الكلاينت وعلى السيرفر مثلا، يعني بقول كمثال، يبقى انت كده برضه هتحسن الايه ال السمبلستي، تمام. طيب يبقى ده كان السمبلستي. الموديفايبلتي، هل انت تقدر بعد ما انت خلصت مثلا اركتكتشر هل هي قابله للتعديل، تمام، يعني هل هي قابله للتعديل او التطوير او اللي انت تزود عليها حاجه او اللي انت تغير فيها حاجات شويه اللي هي كاستمايزابيلتي او اللي انت تغير السيتنجز بتاعتها، كل الكلام ده هوت، تمام، ده تبع لو بيعتبر جزء من الموديفايبلتي اللي هي قابله للتعديل. لو انا قلت لك ان هي قابله للتعديل يبقى هي قابله ان انا ازود عليها حاجه، ماشي صح، او قابله ان انا اوسعها او اوسع الفانكشن اخليها اكبر، او قابله ان انا اخليها كاستمايز اكتر، يعني اخليها اعدل فيها بحيث ان هي تبقى ريليتد ليا اكتر، ماشي، او كونفيجرابيلتي اللي انا اقدر اعمل اكتر من سيتنج عليها، زي مثلا زي ما انا كنت شرحت اللي انت تقدر تعمل برايفسي اوف او اون او كده، اللي انت تغير الايه الكونسترينت اللي عليها، هل انت تقدر تستخدمها تاني، دي برضو ريوزابيلتي، كل الحاجات دي تحت الايه الموديفايبيلتي. طيب ونبدا برضو طبعا نشوفها واحده واحده. ايفولفابيلتي، سوري، ايفولفابيلتي يعني ايه؟ يعني هل انت تقدر اللي انت مثلا تزود الكومبوننت امبلمنتيشن، يعني هل انت تقدر تزود كود يعني من غير ما ياثر على الكومبوننتس الثانيه؟ لو ممكن يبقى انت كده حققت الايفولفابيلتي، لو انت ما كانش ممكن والدنيا هتعك معاك يبقى انت كده ايه ما حققتهاش، ماشي. طيب قال لك ان برضو طبعا اركتكتشر ستايل بياثر على موضوع الايفولفابيلتي، اللي هو مثلا لو الستايل بتاعك if it includes constraint on the maintenance allocation of application state، فده هيخلي فيه dynamic evolution، سوري dynamic evolution، يعني ايه؟ يعني ده هيخلي ان evolution بتاعتك تبقى اسهل، لو كان distributed و partial failure وكلام من دوت كده هيبقى اصعب الايه ال evolution. يبقى الفكره كلها اللي هو بيقول لك كده برضو ان على حسب اختيارك الاركتكتشر ستايل هيأثر على قابليه اللي انت تطور الايه الكومبوننتس اللي عندك، تمام. قال لك مثلا في حاجه زي دايناميك ايفولوشن، دي اللي هو لو انت مثلا ايه خليت ان القيود ابسط، تمام، القيود بتاعت المينتيننس ابسط وكده، فده هو هيخلي ايه في ايفولفابيلتي، لو مفيش لا يبقى كده مش هقدر اعمل ايفولفابيلتي، تمام. اكستنسبيلتي اللي انت تاد فانكشناليتي للسيستم، تمام، هنا انت بتطور عندك فانكشن وبتطورها، هنا اكستنسبيلتي انت بتزودها، يعني بتحط فانكشن اضافيه، تمام. بس وطبعا برضو الاركتكتشر ستايل بتاثر عليها اللي انت بتقلل الكوبلنج بتوين كومبوننتس. يعني ايه كوبلنج بتوين كومبوننتس؟ يعني انت بتقلل الكومبوننتس ما بتكونش معتمده قوي على بعض، لا كل واحد كل كومبوننت بيبقى ايه سيلف كونتيند كده لوحده كده، تمام، ملوش دعوه بالتاني، ما تجيش تغير لي مثلا او تضيف فانكشن هنا فتلاقي ان الكومبوننت التانيه بيقول ايه ده انت ضفت فانكشن هناك، لا ده انا هبدا ابوظ بقى، لا ما ينفعش انت تضيف فانكشن هناك والكومبوننت التاني اللي هو اللي بيعمل مثلا اتصالات معاه او كده ما بيكونش ايه ما يتضررش من الموضوع ده، تمام. لو ده عرفت تحقق ده يبقى كده في اكستنسبيلتي. طيب ايه تاني؟ كاستمايزابيلتي اللي هو انت مثلا انت عندك بيهيفير معين للسيستم دلوقتي بيعمل حاجه معينه، ماشي، انت دلوقتي عايز تعملها كاستمايز اكتر لتجربتك، يعني انت عايز تغير في البيهيفير بتاع الاليمنت دهوت عشان يناسب اكتر السيستم. لو انت لقيت ان تغيير البيهيفير بتاع الاركتكتشر او السيستم سهل يبقى انت كده الاركتكتشر بتاعت حققت الايه الكاستمايزابيلتي، ماشي. وطبعا ستايلز سبورت كاستمايزيشن، هتحسن السمبلسيتي، هتحسن السكالابيلتي وكلام من ده. طيب الكونفيجرابيلتي اتفقنا اللي هو ريليتد للاكستنسبيلتي واليوزابيلتي برضو، اللي انت
يعني بعد ما انت خلاص قدرت اللي انت مثلا ايه عملت ديبلوي اصلا للسيستم بتاعك وكده، تقدر اللي انت تغير فيه الكونفيجريشن بتاعت الكومبوننت. احنا قلنا يعني ايه الكونفيجريشن بتاعت الكومبوننت؟ اللي هي مجموعه القيود على الكومبوننت، تمام، اللي هي طريقه التواصل ما بينهم، مش عارف ايه كلام من ده. لو انت قدرت تغير الموضوع ده، تغير مثلا طريقه التواصل ما بينهم، تغير القيود اللي عليهم، يبقى كده في فعلا اركتكتشر ستايل ده في بروبابيلتي اسمها كونفيجرابيلتي، اللي انت فعلا قدرت اللي انت بعد ما هو اتعمل له ديبلوي قدرت اللي انت ايه تغير السيتنجز بتاعته، تمام، تغير طريقه التواصل، تغير مش عارف الكلام من ده. لو قدرت يبقى ده اسمها ايه كونفيجرابيلتي. تمام، حلو قوي. وده برضو البايب اند فلتر والكود اون ديماند هيحققوا الموضوع ده. ده هناخدها في الشابتر الجاي. الريوزابيلتي واضحه طبعا من اسمها، اللي هو عايز استخدام. انا عملت كومبوننت مثلا اقدر استخدمه، بدل ما استخدمه في فانكشن واحده بس في السيستم، لا ده انا هستخدمه في حاجه وحاجتين وثلاثه، تمام. بدل ما اجي مثلا اعمل حاجه لده وحاجه لده وحاجه لده، لا انا هعمل حاجه واحده بس للثلاثه. قدرت اعمل ريوز للكومبوننت، استخدمت نفس الكومبوننت في اكتر من ايه، في اكتر من حاجه. طيب، وقالك برضو ان الاركتكتشر ستايل بتاثر عليها ازاي، ان ال برضه الريدكشن اوف كوبلنج، اللي انت بتقلل اللي هو تعلق الكومبوننت دوت بالكومبوننت التاني، لا بتخلي كل واحد لوحده، الكومبوننت ده لوحده تماما والكومبوننت ده لوحده تماما، ماشي. على فكره في حاجه ممكن ما نفهمش قوي دلوقتي الاركتكتشر ستايل بتاثر عليها ازاي الا لما نعرف الاركتكتشر ستايل اللي هو في شابتر 3. فلو حد حس ان هو مش فاهم الاركتكتشر ستايل بيأثر على البروبرتي دي ازاي، يستنى للشابتر الجاي وهو هيفهمها كويس جدا ان شاء الله، عشان هو هنشرح ان شاء الله كل ستايل وهنشوف خواص او الخواص بتاعته ايه، وهو ليه حقق مثلا الايه الريوزابيلتي، طب هو ليه حقق الايفولابيلتي، طب ليه هو حقق الكستمايزابيلتي، وهكذا، ماشي. طيب الفيزيبيليتي، هل انا اقدر امونيتور يعني اشوف او اراقب يعني الانتر اكشنز ما بين مثلا الكومبوننت اللي موجود عندي في نتورك بيز ابلكيشن ولا لا؟ بمعنى خلينا كده نشوف ده. حد شايف التاب دي؟ شوف هتغير ولا لا. اهو شوف الحاجات الاضافيه اللي زادت دي، ده ايه؟ انا عملت دلوقتي ريكوست، فقدرت اشوف كل الايه او الخطوات النتورك اللي هي اتعملتها. اول حاجه عملت مش عارف انديكيتور تشيك، تاني حاجه شافت الريسنت اكتيفيتي، تالت حاجه شافت الداشبورد فيد، وهكذا. انا قدرت اشوف الكلام دوت عن طريق التاب اللي هو موجوده في النتورك. يبقى الفيزيبيليتي يعني ايه؟ الفيزيبيليتي اللي انا قدرتي مثلا اللي انا اشوف الانتر اكشن ما بين الاركتكتشر، ما بين الكومبوننت وما بين بعضها، اللي هو هنا مثلا في الحاله دي الكلاينت والسيرفر، ماشي. طيب، وقال لك طبعا الفيزيبيليتي اللي هو بت ايه كان انيبل امبروفد برفورمانس، ممكن تحسن البرفورمانس ازاي؟ عن طريق اللي انت بتشوف حاجه قدامك. فانت مثلا لو لما بيكون في مشكله بتقدر تحدد ايه المشكله، او ان هنا حصل في تاخر، او هنا مثلا ايه هنا ما وصلش، يعني هنا مثلا بيقول لك ايه 200 اوكي، فلو حصلت 404 مثلا يبقى انت عرفت ان حصل فيه مشكله، صح ولا لا؟ او حصل 500 انت عرفت كده ان السيرفر هيبقى فيه مشكله، مش كده؟ اللي هو الريسبونس كود يعني. فالفيزابيلتي طبعا برضو ضروريه، والاركتكشر ستايل بيأثر على الفيزابيلتي، اختيارك للاركتكشر ستايل بيأثر على الفيزابيلتي بشكل كبير، ماشي؟ طيب ايه تاني؟ البورتابيلتي، بيبقى بورتبل امتى؟ لما يقدر اللي انت تعمل او تستخدمه على اكتر من انفايرمنت. يعني مثلا عملت دلوقتي ابلكيشن يقدر تستخدمه على اكتر من اوبريتنج سيستم، اللينكس والويندوز مثلا، يبقى انت كده خليته بورتبل، يقدر يشتغل على اكتر من جهاز، ماشي. وطبعا الاركتكتشر ستايل بتاثر على الموضوع ده هوت ازاي بقى؟ ان هو الكود هيبقى موجود فين، او الداتا هيعمل لها بروسيس ازاي او فين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مثلا بعمل دلوقتي بروسيس للداتا على جهازي، على جهازي ده، وبالتالي هو معتمد على الايه؟ معتمد على الاوبريتنج سيستم الموجود على جهازي، صح؟ تمام. لو انا دلوقتي بعمل بروسيسنج للداتا على جهاز تاني، يبقى هو معتمد على الايه؟ الجهاز التاني اللي انا بعمل بروسيسنج، اللي هو في الحاله دي السيرفر مثلا، ماشي؟ يبقى هنا معناها ايه بورتبل؟ معناها هل انت مثلا لو انا جيت اشغل خلينا برضو كلاينت سيرفر، هل انت دلوقتي مثلا لو انت شغال لينكس وكتبت جيت هاب دوت كوم هتوصل لك، مش كده؟ اه طبعا هتوصل لك. ليه؟ انت ما بتعتمدش على الانفايرمنت بتاعت الجهاز عندك، انت بتعتمد على الانفايرمنت اللي موجوده على السيرفر، وبالتالي اي طريقه عموما هتنفع، صح ولا لا؟ بس
فهي دي الفكره البورتابيليتي، هل هو يقدر يشتغل على ديفرنت انفايرمنت ولا لا، هل السيستم اللي عندك ممكن تشغلها على اكتر من انفايرمنت ولا لا. ماشي طيب، ده كان البورتابيليتي. ريلايبيليتي واضح شويه من اسمها، ان هي لو مثلا حصل في فيلير في السيستم، هل الدنيا عندك كلها هتبوظ تمام، ولا هيبقى بارشال فيلير مثلا حاجه تخص الكومبوننت الفلاني. تمام، يعني ريلايبيليتي ده هو تقدر تقول اللي هو مدى استجابته لحصول اي مثلا خطأ او كده. ماشي، هل هيبوظ كله، هل السيستم كله هيبوظ، ولا هيبقى فيه بارشال فيلير على مستوى الكومبوننت بس وكده. تمام، وطبعا الاركتكتشر ستايل برضو بيأثر عليه، ان هو هيحسن الريلايبيليتي سوري باي افويدنج سنجل بوينت اوف فيلير، اللي هو لو انت بتستخدم دلوقتي اركتكتشر ستايل بيتجنب سنجل بوينت اوف فيلير، يبقى كده هو حقق الريلايبيليتي بشكل كبير. ليه بقى سنجل بوينت اوف فيلير؟ او اللي هو مثلا لو هو ايه، لو هو ما كانش سنترلايزد مثلا، يعني سنترلايزد سيستم، لو حصل فيه مشكله في الجهاز اللي هو اللي في النص ده اللي هو السنترال، كل الدنيا باظت صح. اما مثلا لو انت بتستخدم بطريقه تانية او اركتكتشر تانية، لا عادي، ده ممكن لو مثلا كومبوننت باظ الكومبوننتس الباقيه ايه شغالين، يبقى ده كان الايه، ده كان الريلايبيليتي. يبقى الستايلز كان امبروف ريلايبيليتي، افويدنج سنجل بوينتس اوف فيلير، انابلنج ريدندنسي، الاوينج مونيتورنج اللي هو بتسمح ان انت تشوف يعني السيستم عندك شغال ازاي، الكومبوننت ده واقف، لا الكومبوننت شغال زي الفل، الكومبوننت ده فيه مشكله وهكذا. تمام، بس كده احنا خلصنا شابتر 2. لو حد لسه مش فاهم قوي شويه حاجات زي مثلا الاركتكشر ستايل بيأثر ازاي على كل واحد، فده هي حاجه اصلا هتتشرح بالتفصيل في الشابتر الجاي. تمام، ممكن يعني نذاكر ده كويس تمام، وبعدين في الشابتر الجاي ان شاء الله هنبقى نراجع برضو على الحاجات دي تاني يعني.